السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب، هذه السيارة أفلون، حسب ما تشوفوا برضو ما هي صافية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدينا يعني بتوفيق الله وبسم الله، وفحصنا كمبيوتر. الآن إيش أعطاني؟ أعطاني الكود الأول اللي هو B00B0020، والكود الثاني اللي هو B00354. هذه طبعا الأكواد اللي هي بتهمنا، أعطانا إياها current history pending. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن بنتابع اللي هو الأخطاء اللي بتهمنا، اللي هو B0020 وB354. هذه اللي بتهمنا يعني في الفحص. لو جينا على الريد فريز فرام، لو دخلنا على الريد فريز فرام نشوف ايش يعطينا، ايش الاشياء اللي مهمة يطلبها الكمبيوتر تتصلح، اللي هي يطلب اللي هي B0354 اللي هو انجكشن كويل دي بريمري سكندري سيركت. انا بيقول لنا ان في انقطاع في الكويل دي اللي هو بيكون ABCD اللي هو بيكون الرابع. تعالوا نشوف ايش الخطأ اللي في الكويل هذا. شوف السيارة كيف، السيارة تهتز ما هي صافية. نقول بسم الله وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو أرحم الراحمين. شوفوا، بنبدأ الحين أول حاجة منشان نفحص الخطأ في أي سلندر. هي طبعا السيارة 6 سلندر، بنبدأ نفحص نفصل على فيشات الكويل. لاحظوا السيارة اهتزت، الماكينة اهتزت زيادة، اللي هو بيكون هذا شغال ما في أي خطأ. نسحب الثاني هذا، لا برضو الماكينة اهتزت باعتبار ان هذا ما في اي خطأ. طيب نفحص هذا، نسحب هذا، ما في اي تغيير. تلاحظوا الماكينة ما في اي تغيير باعتبار المشكلة تكون هنا. اوكي، خليكم معايا من اجل نشوف ايش الخطأ اللي هنا موجود. لاحظها الماكينة زي ما هي اهتزازها، ما في اي تغيير. لكن هنا لما نسحب هذا، شوفها الاهتزاز اكثر. خليكم معايا مشان نشوف ايش الخطأ اللي هنا موجود. هذه الماكينة لاحظوا كيف الماكينة بترتج. الحين زي ما قلنا نحن نبدأ نبحث ايش مشكلة الكويل. هو لما يعطيك، لما الكمبيوتر يقول لك كويل، ما هو شرط انه يكون الكويل نفسه خربان، لا هذه استبعدوها هذه المشكلة، لا يعني الكويل اعتباره هنا ممكن الكويل، ممكن الفيش حقه، قلت كيف خطأ. المهم يعني في الحاجة اللي هو الرقم 4 اللي هو الدي. بنبدأ خطوات الفحص ونشوف ايش اللي ناقص الكويل هذا ما يشتغل.
بنفحص على الكويل، بنفحص البوادي حقه، وبنشوف جميع الخطوات ونوريكم كيف الطريقة كاملة. لما نجي الشباب أنا ما عندي أحد معي يصور ولا شيء، ما بقدر يعني طبعا أشتغل وأصور في نفس اللحظة. لما توصل إلى الحلول وكل شيء أضبطها وأوريكم إياها. وشكرا. هنا نستأنف لكم يا شباب، الحمد لله وصلنا للعطل. طبعا نستأنف نتكلم عن الفحص. أول ما بدأنا فحصنا طبعا الكويلات، فحصنا الكويلات كلها طلعت سليمة، مع أنه العطل بيعطيك كويل. قلت لكم أنا ما هو شرط أنه يكون كويل. فحصنا البواجي، برضو البواجي الحمد لله برضو طلعت سليمة. قمنا بفحص ضغط الكمبريشن اللي هو ضغط الماكينة، وجدنا انه الكمبريشن ممتاز، ما في اي حاجة. لما جينا نفحص البخاخات وجدنا ان البخاخ اللي زي ما قلنا لكم في الدي اللي هو متوقف العمل. فحصنا الكهرباء حقته واصلة. فكان البخاخ، نظفناهن، قمنا بعملية تنظيفها، والحمد لله رب العالمين اشتغلت، وهذا العطل الآن اختفى، الأعطال اختفت. وشكرا لحسن استماعكم وإصغائكم، وهذا للفائدة والعلم، والله يوفقنا لما فيه الخير. أخوكم فيصل الداودي.